السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني لحالات الالتراساوند، الحالات الصغيرة اللي نجيب حالة ونناقشها ونشوف المعلومات اللي نستفيد منها في الحالة والأخطاء اللي ممكن نتجنبها إن شاء الله. الحالة دي يونيكورنت يوترس ويز رودمنتري هورن، هنشوف إحنا وصلنا له إزاي وإيه الأخطاء اللي وقع فيها زمايلنا ونحاول ما نقعش فيها. الاول العيانه دي ميدل ايج، جايه بمايلد بليدنج، كان بقى لها مور ديتيلز في الهيستوري كده، بقى لها بتاع 3 4 ايام في بلاد كلوتس بتنزل، بعد كده البليدنج قل. عندها هيستوري مرتين ابورشن. انا لما كتبت على الفيس ما كتبتش حته انها عامله البيتا سب يونت، علشان انتوا الايه النكست ستيب ان احنا نسال على اللاست مينستر بيد، نسال على البيتا سب يونت ايه الاخبار. اكشولي هي كانت عاملاها وبالفعل كان بوزيتيف، يعني جايين عارفين ان في حمل، وغالبا مع كميه البليدنج اللي حصلت في اليومين ثلاثه اللي فاتوا بيقولوا انه في ابورشن، فهل متبقي حاجه ولا لا؟ فدي اول خطوه عندنا اللي هي الاندوميتريال ثيكنس، كبير ولا لا؟ بالفعل كبير. ماشي، طالما اندوميتريال ثيكنس كبير دي اول خطوه عندنا. هل الموجود جوه ده هل ده ديسيدواليزيشن يعني نورمال اصلا، ولا هل ده ريتيند برودكتس، ولا هل ده بلاد كلوتس؟ الموضوع بسيط طبعا. لو عندنا البيتا سب يونت من يومين وقسناها النهارده مثلا تاني، السيريال او الكوانتيتيف هيفرق معانا. انت بتعلى وبتعلى ريجولاري وبتحصل دبلنج، انت بتتكلم انت ماشي نورمال، لا انت بتقل وبتقل بسرعه جدا، انت كده غالبا ابورش، وهكذا. فالارقام دي هتبقى كويسه معانا. تمام، طبعا مع كثافه البليدنج والشكل احنا ماشيين ناحيه يا اما بلاد كلوت يا اما ريتيند برودكتس. في حاجه سهله قوي تخلص الاثنين من بعض، دايناميك. دايناميك الحاجات دي بصراحه كانت بتتحرك قدامي، بس معلش بقى مفيش سيني ايمجز، انا كنت واخدها صور من برايفت يعني كده. النقطه الثانيه اللي برضه ممكن تساعد، الكالر دبلر. لما بيبقى عندنا ريتيند برودكتس الحته دي الاندوميتريا من السوداء ده ديسيدو بتبقى هايلي فاسكولار، والحته اللي حصل فيها امبلانتيشن تحتيها اللي هي البيري جستيشنال اريا بتبقى برضو فيها هايلي فاسكولار بيري جستيشنال فلود، من غير ما يبقى فيه سيستيك سبيسز ولا حاجه عشان ما اروحش ناحيه اي احتمالات ثانيه. تمام، فده بالنسبه لي يمشي اكتر مع انها بلاد كلوت عن انها تبقى ريتيند برودكتس اوف كونسبشن. تفرق الكلمه دي؟ ممكن تفرق مع الكلينيشن. لو بلاد كلوت لا احنا ممكن نستنى هتنزل لوحديها، لكن ريتين برودكتس لا انا ممكن اتدخل واعمل دي ان سي. طبعا قرار جاينيكولوجيست مش قرار. يفضل طبعا لو هنعمل موضوع الكالر ان انا اقلل السرعه شويه عن كده، تمام، وطبعا ازود الجين. طيب ده هنا صوره للريتيند برودكتس. ان هوموجينس اندوميتريال سترايب يعني زي اللي فات، ان هوموجينس ماشي، لكن شايفين الباسكولاريتي لا دي مستحيل تبقى بلاد كلوت، دي ريتيند برودكتس اوف كونسبشن. فدي النقطه الاولانيه وجبنا سبب البليدنج. طيب النقطه الثانيه، انا حاسس ان انا عندي هنا سيست، الكتب بتقول لك اللي هي معديه 2.5، احنا بنمشيها يعني معديه 3، في بعض الناس كمان بيمشيها لغايه 4. تمام، بس وذر كده ولا كده، ادي اوفري. قبل ما اتكلم عن الاوفري الثانيه، الاوفري الثلاثه خلاص يعني سيمبل سيست فانكشنال سيست، بس دي حامل، اذا اتحول اسمها الى كوربس لوتيان اوف بريجنسي، خلاص خلصنا منها. طيب انا دلوقتي اذا وضع السيست دي غريب بالنسبه لليوترس، انا الاول كنت شايف يوترس واحد، حطيت الترانس فاجينال بروب وطلب ترانس فاجين على طول من الاول، ودي نقطه احنا نحاول نستفيد منها، ملهاش علاقه انا صغير ولا كبير، حاول في معظم حالات الترانس فاجينال بس صغيره ابدومينال، هتفرق معاك وتديك معلومات كتيره. ما طبعا انا كنت بعملها في بدايه حياتي، انا صغير ولازم اكومباين الاثنين مع بعض، لا لسه بنعملها مهما كبرنا، لانها فعلا بتجيب داتا وهوريكوا هتعاملت ايه معاها. المهم الاوفر دي لو ده فعلا ورا اليوترس، لا دي بوستير، ده المنظر بتاع التورشن، اهدى كده شويه، هي ابنورمالي لوكيتد، هي المفروض ده اليمين تكون يمين، انا جايب تي اس، هي مالها كده ابنورمال؟ وفي اللاترال فورنكس، طب فين الاوفر الثانيه؟ ده رايت لاترال فورنكس، مشيت على الفورنكس بعيد خالص لقيت الاوفر الثانيه، حلو قوي تمام، بس كان في هنا تيشو غريب شويه جنبيها، انا كملت معاه، يبقى خلاص بعد ما كنت شاك ان دي ابنورمال، لا مش ابنورمال ولا حاجه.
السوفت تيشو ده طلع ايه؟ ده في الفرن، في اللاترال فورن يعني بعيد خالص جنب الاوفري، ده كانه يوترس صغير. امشي على ده، ده في اخر الفورنكس نهائي، وده في اخر الفورنكس نهائي، يعني ده رايت لاترال وده ليفت لاترال، ده قريب من الادنكسه مش ميت ساجده، وده برضو قريب من الادنكسه. انا حاسس ان ده يوترس كبير، ده يوترس صغير. شكرا، انت دخلت كده في ايه؟ يوتراين دوبليكيشن انومالي. طالما لقيت مايوميتريم واندوميتريم حلو قوي. طب لو لقيت حاجه تشبه المايوميتريم بس، نفس برضه تشخيص يوتراين دوبليكيشن انومالي، لكن اللي بياكد لي الاندوميتريم. كويس، الحاله دي حصل فيها اخطاء قبل كده، كان زوجها هايلي ايديوكيتد بيرسون، شخص محترم، فقال لي على داتا، مش زي الناس بقى اللي ربنا يهديهم اللي بيخبي الداتا عنك وبيختبرك بقى وانت هتغش منه كلام من هذا القبيل، هو ما بيضرش غير نفسه. فالراجل هالي ايديوكيتد ده قال لي انا زعلت من الدكتور الاولاني لانه شخصها انها يعني في تشخيص قديم خالص انها بيلفيك ماس. قلت له لا حرج، لو كانت في مرحله بعد المنسز على طول انا ممكن ما اشوفش الاندوميتريوم، فبالابدومينال اشك انها بيلفيك ماس، انها ادنكسال ماس، انها سبسيرس فيبرو. فقلت له ده تشخيص اكسبتد، وطالما قلت كلمه ماس مش هسيبها في حالها، هكمل انفستيجيشن. الكارثه في التشخيص الثاني ايه هو؟ قال لي انا كملت انفستيجيشن وقالوا لي خلاص دي باي كورنيت يوترس. طب ليه كارثه بقى؟ لان باي كورنيت يوترس هيدي احساس خاطئ بالطمانينه للكلينيشن وللعيان. ايه يعني باي كورنيت يوترس؟ تعيش بيه زي الفل وتحمل الناحيه دي وتحمل الناحيه دي زي الفل. لا يا جماعه، ده اسيمتريك يوتراين هورنز. يعني ايه؟ يعني يوني كورنيت يوترس ويز ريدومنتري هورن. الريدومنتري هورن ده لو كان فانكشننج وكوميونيكيتنج ممكن يحصل فيه كونسبشن، يحصل فيه حمل، اذا فهو اكتوبيك، كارثه. طب لو كان نون كوميونيكيتنج وفي اندوميتريوم يعني فانكشننج، هيحصل بليدنج عادي كل شهر، ويحصل ريتروجريد منستريشن، هيموسالبنكس، اندوميتريوزس، ادهيشنز، اي او، انفرتيليتي، ده كوارث. يبقى التشخيص الثاني ده الديفينيتيف هو ده اللي كان غلط. فلعله خير، طبعا احنا بنتعلم يعني. وانا بقول لكم الحاله دي علشان نتجنب الاخطاء، وهنقول هنتجنبها ازاي. طيب المنظر ده كان تي اس، عملناه ال اس، ده فرد وكمل لغايه الاندو سيرفايكال كانال، ده ما فردش قوي لانه كان صغير الاندوميتريال هول، وحس ان كان في ديل، ما عرفتش اجيب كوميونيكيشن ما بين الاندوميتريوم والاندو سيرفايكال كانال، لكن مش اوبستراكتد، مش فلويد فيلد، غالبا في كوميونيكيشن بيوند ان انا اشوفها بال 2 دي، مفيش اي مشكله. في لسه فحوصات ثانيه لازم نكملها بعد الحاله دي، تمام؟ طيب تعال نكمل. كملت ابدومينال فور كونفيرميشن، وعشان نجيب بقى الصور يعني كده، اه فعلا ده هنا في يوترس كامل وده يوترس صغنون. الوايدلي سيبريتد يا دكتور، مش ممكن يكون دايدلفس؟ مش ممكن يكون باي كورنت؟ مش ممكن يكون يونيكورنت؟ طالما انا حاسس ان تو سيبريت كورس، الثلاث احتمالات، لو كان وايدلي سيبريتد وسيمتريك سايز للهورن، سيمتريك سايز وابيرنس للاندوميتريوم، ومعاها اثنين سيرفيس سيرفكس، اذا فهو الدايدلفس، معاها سنجل سيرفكس حتى لو كانت سيتيتد، اذا فهو الباي كورنت، تمام. لكن لو اسيمتريك، شكرا، انت اليوني كورنت يوترس ويز رودمنتري هورن. اسيمتريك ولا لا؟ يس. طب تخيل لو في مرحله من المراحل جينا، ده مثلا كان هايبر ايكويك اندوميتريوم، سواء كان ديسيدوالايز او كان في اليوتيال فيز، لو كانت لو بوست منسترال ممكن ما اشوفش الاندوميتريوم، فممكن اغلط واقول مثلا ده فايبرويد، بس خلي بالك شبه الاندوميتريوم بالظبط. دي نقطه. النقطه الثانيه، اليوترس يا جماعه محذوف على جنب، ده البنانا شيت، تمام. فتعمل ايه ساعتها؟ بدل ما توديها على 3 دي وام ار اي وكده، هاتها بعد اسبوعين، هاتها في اليوتيال فيز، واعمل لها ابدومينال، واعمل لها ترانس فاجينال بال 2 دي العادي، تمام. طيب نجيب بقى معلومات اليونيكورن يوترس. في اليونيكورن يوترس ده طيب من اليوتراين دوبليكيشن السب تايبس، يونيكورنيت ومعهوش ريدومنتري هورن، ما فيش مشكله فيه. يونيكورنيت ومعاه ريدومنتري هورن ما فيهوش اندوميتريوم، برضه ما فيش مشكله فيه، تقريبا كانها ماس. يونيكورنيت ومعاه ريدومنتري هورن وفي اندوميتريوم مره كوميونيكيتنج، في اندوميتريوم مره نان كوميونيكيتنج، كلاهما كوارث.
ده هيعمل ريتروجريد منستريشن ادهيشن على كذا على كذا، وده لو حصل فيه بريجنسي اكتوبيك وهيربشر. النوعين دول كارثيين. النوع اللي عندنا غالبا غالبا ده، بس حتى لو كان ده الاثنين كارثه ولازم الجاينيكولوجيست يتعامل معاه. فالخطا اللي حصل قبل كده ان قالوا ان هو باي كورنت، احساس الطمانينه يودي ده. هنجيب صوره كده لكل واحد. ده كده الموزه البنانه شيبت يوترس، سواء كان بالهسترو اللي هتلاقي غالبا هتلاقي معاه تيوبا واحده ناحيته كده، او كان بالالترا ساوند معه رودمنتري هورن. نخلي بالنا ان الهسترو يخدعني في حاجه، انا بشوف الكافيتي. طب لو كان في هنا رودمنتري هورن مش شايفه. طب لو رودمنتري هورن في نون كوميونيكيتنج وكان في اندوميتريوم وهو نون كوميونيكيتنج برضه مش هشوفه. فالهسترو الهسترو ممكن يخدعني شويه. طبعا دي ممكن تجيب ابورشن مره ولا اتنين لغايه لما اليوترس يكبر شويه ويقدر ايه يكونسيف بعد كده. النوع الثاني ادي كده اليوترس نايم على السايد من البلبس ومعاه حاجه كده صغيره، ده رودمنتري هورن نون فانكش، ما فيهوش اندوميتريوم. ممكن بقول لكم نغلط فيه كانه ماس بس مش هتاثر كتير. طيب لكن طبعا بالهيستوري هتلاقي بالهيستوري والسلفنجوجرافي هتلاقي له تيوبا واحده. فغلطتنا هنا انها تبقى ماس لايك مايوميتريوم، يعني ممكن نقول عليه مثلا مايوما ولا حاجه. طيب اللي بعديه ادي يوترس وادي رودمنتري هورن فانكشننج كوميونيكيتنج. مشكلته انه ايه؟ لو حصل هنا كونسبشن اكتوبيك، لان ده كده مش نورم هيربشر. طيب النوع بقى الاخير ادي اليوترس وادي نون كوميونيكيتنج، تمام؟ شبه الحاله بتاعتنا جدا جدا جدا. عشان كده انا حابب ان انا اكمل الكوميونيكيشن، انا ما عرفتش اجيبه كويس بال 2 دي، لا حرج. نجيب بعد كده بال 3 دي او الام ار اي واقول لكم انا بفضل. فده كده مشكلته. هل يحصل اكتوبيك؟ لا غالبا مش هيحصل اكتوبيك، تمام؟ لا لان مفيش يعني سورس اوف كوميونيكيشن، لكن مشكلته انه ممكن يعمل ريتروجريد منستريشن واديشن اند اند اند. فدخلت اليوتراين دوبليكيشن انوماليز ان انا الاقي يا اما تو هورنز بعيد عن بعضهم، المنظر ده اللي مش كتير، يا اما تو اندوميتريال كافيتيز بال 2 دي الترا ساوند، المنظر ده هو اللي هيقابلنا كتير. الكافيتيز صغننين يعني او الاندوميتريال كافيتيز سيبريتد حته صغيره، انا كده ماشي اكزيال من فوق لتحت بالنسبه ليوترس، لحموا مع بعض بسرعه خالص، ده الاكت ولا حاجه، فضلوا من فوق لغايه تحت ده السبتيت، لكن within smooth endometrial myometrium. طب الميوميتريم اندنتد سنه، طالما في سنه اندنتيشن شكرا انت باي كورنوت. طب لو كان وايدلي سيبريتد وسنجل سيرفكس برضه انت باي كورنوت. طبعا في منه نوعين يونيكوليس وباي كوليس، مش يعني هغلس عليكم. اسيمتريك شكرا، سواء كانوا الاسيمتريك دول في انديتيشن صغير او وايدلي سيبريتد، لكن سيمتريك وايدلي سيبريتد اثنين سيرفكس شكرا انت الدايدلس، تمام؟ وادي كده تاني انواع اليونيكورن، يا اما يونيكورن معهوش رودمنتري هول، معاه رودمنتري هول، معاه رودمنتري فانكشننج لكن نون كوميونيكيتنج، معاه رودمنتري فانكشننج اند كوميونيكيتنج. يبقى الحاله بتاعتنا عباره عن ايه؟ يونيكورن يوترس ويز رودمنتري هورن فانكشننج، تمام؟ انا محتاج بقى ااكد على حته كوميونيكيتنج ولا لا، الثلاث حاجات اللي هم ايه؟ ام ار اي انا بفضله، يا اما 3 دي الترا ساوند، يا اما هيستري سالفنجوجرافي. بس الهيستري سالفنجوجرافي خلي بالكم لو ما فيش كوميونيكيشن شكرا انا مش هشوف الريدمنتري هورن. هقول لك ده يونيكورن يوترس واطلب له 3 دي او ام ار اي. طب ليه يا دكتور انت بتفضل الام ار اي عن ال 3 دي؟ الام ار اي اولا افيلابل في كل الاماكن، والفحص كومفورتبل مش في ضايق ولا حاجه، والسعر بتاعه برضو ايه هتلاقيه افيلابل، واللي بيكتبوه كتير، دي نقطه مهمه. لكن ال 3 دي كوميرشال بطريقه وحشه وبيطلب غلط وممكن يتعمل غلط. يعني ايه؟ يعني ممكن معلش زميلنا الجينيكولوجيست تلاقيه طالب 4 دي الترا ساوند، لا انا مش محتاج ال 4 دي في حاجه، وانا ليه محتاجه دايناميك؟ انا محتاج 3 دي. فدي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان يفضل يكون ترانس فاجينال وليس ابدومينال. ترانس فاجينال يبقى هيبقى يا اما ستاتيك بروب، بروب رفيع زي كده، وفي الاستاتيك او السمارت 3 دي يعني السوفت وير موجود، وهحرك بقى من الفورنكس اليمين للفورنكس الشمال وابدا اركب الصور على بعضيها، هتجيب لي تشخيص برضه، تمام؟ بس الحاجه دي قديمه. يا اما الفوليومتريك بروب اللي هو 3 دي ترانس فاجينال، بروب كبير هيعمل لي ريزوليوشن كويس جدا. الاماكن اللي فيها البروب ده قليله
جدا. الاشخاص اللي بتشتغلوا وهايلي فيت في الفحص ده للاسف برضو قليلين، فيا اما تبعته على واحد انت عارفه وواثق فيه تماما وعارف ان الجهاز ده هيجيب خلاص ويل اند جود في الحاله دي، يعني احسن من الام ار. طب الحته دي مش افيلابل، يعني الموضوع الى حد ما موجود لكن ال 3 دي مش موجود كتير، يبقى الكونديشن موجوده اكتر من الاوبريتورز، خلاص يبقى الام ار اي. عشان كده بقول لك الام ار اي يعني مور افيلابل مور ايزي يعني في الباتش. فاتمنى ان اكون فدتكم يعني في الحاله دي. وحاولوا دايما ما تديش تشخيص نهائي الا وانت متاكد منه. عشان كده انا بقول لكم اللي غلط وقال ادنكسل ماس انا عذره، لان كده كده هكمل على الانفستيجيشن، لكن اللي قال باي كورنت قفل الحاله، فهو قفلها غلط، العيانه ممكن تعاني بسبب القفل. تمام، يلا بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.